قمر الدين بتاعنا او مهلبيه قمر الدين نفرزه ازاي علشان لما نطلعه يا دوب نسيبه يفك في الحله على نار هاديه، ونروح عاملين ايه كوبايه من الميه شاكلين فيها او مدوبين فيها معلقتين من النشا وندوبهم فيها، ويبدا ان هو مجرد ما يبدا يتقل نبدا نحطه في الاطباق او الكاسات بتاعتنا، ونسيبه لما يهدى خالص نحط عليه الزبيب وجوز الهند من فوق. طيب عندي ايه؟ عندي خلاط، والمقدار بتاعنا هيكون عباره عن ايه؟ عصير برتقان بلدي، بلدي مش بصره. قمر الدين اللي هنعمله بلدي مش بصره، ليه؟ علشان انا عايزه سنه الحدوقيه او المزازه اللي بتبقى موجوده فيه، وعشان ازود سنه المزازه كمان زي ما بجيب قمر الدين من بره هروح مزوده عليه عصير ليمون. طيب انا عندي عصير البرتقال البلدي اهو معصور ومتصفي من اي بذر او من اي حاجه خالص اهو بالشكل ده كده، وعندي الجزر المسلوق سلقته برده نفس ما سلقت الجزر للتفريز البرتقال، جزر مسلوق في ميه بسكر، وهروح مصفيه كده واروح واخده، انا ممكن اصفي الاول واخده مره واحده. طيب دلوقتي احنا عملنا كده وعملنا النشا، المفروض لما انا اجي اعمل المهلبيه هحتاج سكر. طيب السكر مش هلاقي احلى من اللي نازل من الجزر، الميه ام سكر دي ممكن هي اللي ادوب فيها النشا واخدها هزود بيها المهلبيه بتاعتي. ادي اهو بصوا الجزر اللي انا سلقته في سكر. تمام عايزه ايه دلوقتي كمان يا نونا؟ عايزه ليمونه كده عشان تديني المزازه بتاعه قمر الدين اللي هو اللفات اللي احنا بنجيبها من بره بالشكل ده كده. بسم الله ليمونه كامله وتكون كبيره، لو ليمونه صغيره اعملي ليمونتين بالشكل ده كده. وكل ده هيتضرب معانا، وعندي حل على النار ومعايا مصفى ضيقه علشان لما اصفيه يبقى نازل لي ناعم خالص ما فيهوش اي حاجه من الجزر اللي انا سلقاه. معروف ان انا مقشره الجزر وكل حاجه، بس يعني تفاديا ان انا الاقي اي حاجه. طيب اضرب بقى كده كله كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه عامل ازاي؟ ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. طيب انا عندي حل على النار، وهجيب مصفى سلك كده، وهجيب كمان كيس ثلاجه. ايه فايده الكيس الثلاجه؟ فرضا انا دلوقتي بفرز اهو، انا مش هعمل ده كله مهلبيه دلوقتي، انا عاملاه عشان احطه في اكياس وافرزه في الفريزر، لكن انا قلت بالمره وانا بعمله كده اوريكم ازاي نعمله مهلبيه. طيب دلوقتي انا خدته اهو، ادي البرتقال البلدي مع الليمون مع الجزر، ادوق كده عشان اشوف هو محتاج سكر قد ايه. بسم الله حاجات بسيطه علشان يديني هو مزز مزازه قمر الدين، فانا هحتاج من السكر اللي انا عملت فيه الجزر حاجات بسيطه وانا بعمل مهلبيه. مش هتعملي مهلبيه في وقتها ده، حطيه في بطرمان او في ازازه وشيليه في الثلاجه. الخليط اللي نزل من الجزر والسكر بتوعه اللي احنا صفيناه ده عشان ناخد الجزر للتفريز حطيه في ازازه او بطرمان وحطيه في الثلاجه، ممكن تسكري بيه اي حاجه. طيب عندي اهو حل على النار، وعندي المصفى بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده علشان اضمن ان قمر الدين اللي انا هاكله ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا يبقى فيه حاجه. على فكره لو عايزه تعمليه زي ما هو كده من غير ما تصفي مش هيقولك لا. وعصير البرتقان بالبلدي بالجزر بالشكل ده كده او اللي هو التاني او المهلبيه دي تنفع للاطفال اللي بيبداوا ان هم لسه ياكلوا من 3 شهور 4 شهور كده، بيبقى برده مفيد جدا ليهم، بس يفضل ان احنا ما نزودش السكر بتاعه قوي علشان يفرقوا بين الحادق والحلو. بصوا
ما فضلش حاجه. ليه؟ لان هو اصلا مضروب ناعم، وبعدين انا مقشره الجزر، بس انا بقول احتياطي اهو كده بالشكل ده كده. اصفي حبه كمان علشان مثلا اعمل، انا مثلا عايزه انا وجوزي مثلا بس اللي هناكل المهلبيه دي، اعمل على قدنا مثلا اربع مثلا كاسات او ثلاثه على حسب ما انت عايزه بالشكل ده كده. ياخد غلوه واروح شكلها بالنشا وميه، وابدا ان انا اصبه في الكاسات. يهدى، حطيت عليه زبيب وجوز هند. عندك حبه سوداني ماشي، مش هيقول لك لا. ماشي معايا زي الفل ما شاء الله عليه. طيب الباقي هنصفي برضو، ممكن ما تصفيش لو انت عايزه تشيليه زي ما هو كده. انا كده كده مقشره الجزر وضامنه ان هو مش هيفضل فيه حاجه، يبقى اللي في باقي الخلاط ده انا هحطه في الاكياس واشيله على طول. بصوا ما فضلش منه حاجه ازاي بالشكل ده كده. ادي بقى للتفريز، ادي الكيس اهو على قد برضو المقدار اللي انا عايزاه. بالشكل ده كده. انا رفعت القمر الدين من على النار علشان عايزه دلوقتي اروح جايبه كوبايه من الميه. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي والقوام بتاعه، بسم الله. بصوا بس طبعا انا لو صبيته كده مش هيبقى مهلبيه، فلازم يتشكل بميه ونشا. ادي الميه عاديه خالص من الحنفيه، ما ينفعش ان هي تكون سخنه عشان ما تكتلش معايا. الميه اللي بالسكر اللي احنا كنا سالقين فيها الجزر كده كده المهلبيه اللي عندنا محتاجه شويه سكر صغيرين. وهروح واخده النشا، طبعا المقدار عندي بسيط فهو يا دوب معلقه من النشا، واقلب خالص كده لحد ما تدوب، وابدا ان انا احطها على المهلبية بتاعتنا مع التقليب المستمر لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصوا كده دوبت خالص النشا اهي، بقت دابت خالص ما فيهاش اي تكتلات. وابدا اروح نازله على المقدار بتاعنا اللي هو اللي احنا عاملينه، اللي هو قمر الدين، اللي هو البرتقان بالجزر، بس برتقان بلد وعليه عصرة ليمون. واعمل كده بسم الله، واروح رفع على النار علشان يتقل بقى من السخونية بتاعة النار علشان يتقل لي النشا. بصوا كده بدأ القوام يتقل. هجيب بقى ايه الكبشة بتاعتنا كده علشان ابدأ اصب الكاسات بتاعتنا. المكسرات بنحطها امتى؟ بحطها بعد ما بيبرد خالص، بعد ما بيبرد خالص. وممكن يبرد وتحطيه في التلاجة وعند التقديم تروحي حاطه بقى، اللي عايز زبيب ماشي، اللي عايز جوز هند مع زداني متحمص ومجروش ماشي، زي ما انت عايزه. اهو بيتقل معانا، السكر بتاعه هيبقى مظبوط وزي الفل. ليه؟ علشان احنا خدنا السكر اللي كان نازل اصلا من الجزر اللي مسلوق فيه. بس بالشكل ده كده، انا مش هزود عن كده. تعالوا بقى نصبه.